السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نشرة لأهم وآخر الأنباء من حلب اليوم. أعلن تنظيم الدولة اليوم الاثنين مسؤوليته عن محاولة اغتيال الزميل زاهر شرقاط وفقا لما ذكرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم. وذكرت الوكالة أن مفرزة أمنية تابعة للتنظيم في غازي عنتاب أطلقت النار بمسدس كاتم للصوت على زاهر شرقاط ووصفته بأنه يقدم برامج معادية للتنظيم. هذا وأظهر تسجيل مصور لحظة إصابة زاهر الشرقاط بطلق ناري في الرأس على يد شاب قال شهود عيان إنه في 16 من عمره، حيث تم نقل الزميل زاهر إلى المشفى لتلقي العلاج وهو الآن في حالة حرجة. Adam ikisi yukarıdan geliyordu. Birbirlerini takip ede biz bilmiyorduk. Burada işte dört el silah sıkınca baktık adam yerde bu da bu tarafa doğru koşuyordu. Sola doğru geriye doğru koştu. 16-17 yaşlarında bir çocuk. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من تركيا الشيخ محمد أبو عمار أحد المقربين من الزميل زاهر شرقاط. أهلا بك أخي محمد، بداية لو تطلعنا على الحالة الصحية للزميل زاهر شرقاط. حياكم الله. الشيخ زاهر شرقاط حاليا يعني هو في حالة حرجة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه تمام العافية إن شاء الله. وهذا الطريق الذي يعني سلكه هو الطريق الذي هو محفوف بالمكاره، وهذه من المكاره والابتلاءات، فنسأل الله سبحانه وتعالى له يعني الشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. الشيخ محمد، لو تحدثنا أكثر عن نشاطات زاهر الشرقاط في الثورة والدعوة باعتبارك أحد المقربين منه. حقيقة أخي الكريم يعني لا يمكن خلال دقائق وصف أو التحدث عن هذا يعني الرجل الذي قل نظيره حقيقة، وهو يعني ما شاء الله يعني مسيرته كانت كبيرة جدا جدا في مقارعة الظلم والظلام. هذا الشاب يعني ولد في مدينة الباب، وكان لم ترى عينيه أمه، فقد ولد فقد ماتت أثناء ولادته، ثم عاش يعني في طلب العلم، طلب العلم الشرعي، وتخرج من جامعة دمشق في عام 2006، ثم كان أخذ إجازة في القرآن الكريم وتفرغ لتحفيظ القرآن، تخرج على يديه عدد يعني كبير من طلاب العلم ممن أجازهم في تلاوة القرآن، ثم يعني كان موجه في أحد الثانويات الشرعية التي هي في ريف حلب الشمالي، ثانوية أبي عبيدة بن الجراح الشرعية في تركمان بارح، وكان له أثر عظيم جدا جدا على طلابها الذين أصبحوا في هذه الثورة، جزء كبير منهم قادة في صفوف الثوار، ومنهم ممن استشهد. كان فكره يعني علم، فكره الوسطي الذي لا إفراط ولا تفريط، يعني فكان له أثر عظيم جدا جدا. عمل في مجال الدعوة في منابر ريف حلب ومدينة حلب أيضا، وكان من السباقين عندما اندلعت الثورة، حضر عدة مظاهرات في مدينة حلب، ثم عندما أعلن المجلس الثوري لحلب وريفها كان أحد الأعضاء المندوبين الذي يمثل مدينة الباب، ثم بعد ذلك لما تحولت الثورة من سلمية إلى مسلحة كان هو من السباقين في إنشاء كتيبة أبي بكر الصديق، وجمع حوله من الشباب الجيدين الذين يعني أذاقوا النظام في ريف حلب الويلات. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى العمل الإعلامي، وكان من الأوائل الذين تصدوا للفكر المنحرف الذي هو دخيل على الساحة الشامية، فكانت الأنظار عليه لأنه مؤثر حقيقة. عمل في أخرج عدة برامج أنتم على اطلاع بها، منها من الخنادق، وكان آخرها تنظيم الدولة بلسان القادة،
وله يعني نشاط إعلامي أنتم يعني على اطلاع به، شكرا. وله أثر في الداخل، أثر كبير جدا جدا. أشكرك جزيل الشكر الشيخ محمد أبو عمار، أحد المقربين من الزميل زاهر شرقات على هذه المداخلة. حياكم الله، حياكم الله، حياكم الله.